أهلا بحضراتكم في نشرة أخبار منتصف اليوم نقدمها من تلفزيون اليوم السابع، وإلى أهم وأبرز العناوين. وزارة الري تطمئن المواطنين، السد العالي يحمينا من آثار فيضان النيل السلبية. بلاغ جديد يتهم رجل الأعمال المحبوس صلاح دياب بالتآمر لشراء مصنع بأقل من سعره ب 58 مليون جنيه. غرق 3 مواطنين في شاطئ النخيل بالإسكندرية في حادثة جديدة. وناشيونال جيوغرافيك تعلن عن فيلم وثائقي يكشف احتفاظ بن لادن بآلاف الصور والفيديوهات الإباحية على الكمبيوتر الخاص به. وإلى التفاصيل. ونبدأ من الشقيقة السودان التي تمر بظروف استثنائية وصعبة، حيث وصلت أمطار إلى الخرطوم، مطار الخرطوم الدولي مساء أمس، طائرتان مصريتان محملتان بمساعدات إنسانية للمتضررين من السيول التي ضربت البلاد. وبلغت حمولة الطائرتين من الخيام والمواد الغذائية 23 طنا، وأدت الفيضانات لوفاة نحو 100 شخص وانهيار نحو 24 ألف منزل، طبقا لبيان وزارة الداخلية السودانية يوم الأحد. وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري في تصريحات صحفية إن فيضان النيل جاء هذا العام فوق المتوسط مقارنة بالأعوام الماضية، ومشددا على أن مشروع السد العالي يحمي مصر من الفيضان، حيث يعد حائط صد ضد الأثار السلبية لفيضانات النيل، لافتا إلى أن المياه المخزنة في بحيرة ناصر في الحدود الآمنة. وإلى ذلك، تعرضت مدينة سانت كاترين للسيول للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث هطلت أمطار غزيرة على جبل كاترين فيما سارت السيول في مجراها الطبيعية، وتم تحويل مجاريها في بعض المناطق حفاظا على المنشآت. وأكدت محافظة جنوب سيناء أنه تم التعامل بمعدات المدينة في فتح مداخل الوديان والتجمعات، وأن جميع الطرق مفتوحة ولا توجد خسائر بشرية أو مادية مع امتلاء البحيرات الجبلية في هذه المناطق بالمياه. ذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن الجهات الأمنية المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يقومون خلاله بالاعتداء على أحد المقيمين المصريين داخل محل خاص بالألعاب للأطفال، وانتقلت للموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة. وأوضحت الإدارة أنه بعد اتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث ومواجهة المرتكبين بالواقعة، أفاد أنه لا يرغب بتقديم شكوى بالواقعة، وقد حضر ولي أمر الشباب للمحل وقام بالاعتذار عما بدر منه وتم التصالح فيما بينهم. أيضا قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن جماعة الإخوان الإرهابية وكتائبها الإلكترونية دأبت على الكذب والتلفيق واختلاق الأكاذيب ونسبتها إلى بعض المسؤولين كذبا وافتراء، وأنهم سوقوا لأكاذيب يفترونها حول قانون التصالح على مخالفات البناء مقحمين المساجد فيه، وهو ما لم يصرح به أحد على الإطلاق، نافيا أن يتضمن قانون التصالح أمر المساجد من قريب أو من بعيد، وأن يكون هناك أي هدم للمساجد بسبب القانون. تبدأ غدا جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعدا في 14 محافظة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات في 16 من سبتمبر. وأظهرت نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي قسم نحو 174 مقعدا من إجمالي 300 مقعد وحصول حزب مستقبل وطن على أغلبيتها. ومن المقرر أن يعين الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلث المتبقي من أعضاء المجلس. أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت عن استئناف رحلاتها الدولية إلى القاهرة، وستبدأ الرحلات من وإلى القاهرة اعتبارا من 9 سبتمبر. فيما أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني استئناف الرحلات الجوية من القاهرة إلى موسكو منتصف سبتمبر الجاري بعد توقف دام 6 أشهر. وكان رئيس الوزراء الروسي قد وقع قرارا الأسبوع الماضي بالاستئناف المتبادل للرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة بواقع 3 رحلات أسبوعية. تلقت مباحث الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغا يتهم رجل الأعمال صلاح دياب والمحبوس على ذمة قضية مباني بدون ترخيص بشراء مصنع مملوك لبنك قناة السويس بمبلغ 12 مليون جنيه، في حين أن المصنع تقدر قيمته آنذاك بنحو أكثر من 70 مليون جنيه، وأن صلاح دياب استولى على أرض مخصصة ملحقات مسجد بذات المكان بالمنطقة الصناعية بالبساتين،
وقام ببناء مبنى على تلك الأرض بالمخالفة للقانون. قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الاثنين بتخفيف حكم حبس سما المصري 3 سنوات وغرامة تقدر ب 300,000 جنيه، يصبح الحبس 2 سنين لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور. وفور سماع الحكم انهارت المتهمة داخل قفص الاتهام وتعرضت لحالة من الإغماء نتيجة البكاء الشديد، فيما قامت قوات الأمن بنقل المتهمة لمحبسها بسجن النساء داخل عربة لترحيلات. وفي خبر بات مكررا للأسف الشديد، انتشلت قوات الإنقاذ البحري بمديرية أمن الإسكندرية وعدد من المتطوعين جثامين 3 شباب من بينهم شقيقان غرقوا في مياه شاطئ النخيل غرب المدينة عقب نزولهم مياه البحر، مخالفين قرارات غلق الشاطئ والتحذيرات من خطورة النزول وعدم وجود منقذين أو وسائل إنقاذ. وتلقت مديرية الأمن إخطارا بالحادث وبأن المواطنين رفضوا اتباع التعليمات بغلق الشاطئ وخطورته وقيامهم بالنزول إلى مياه البحر. ويبدو أن أحدهم كان لديه هواية أخرى سرية بجانب الإرهاب، إذ أعلنت قناة ناشونال جيوغرافيك أنها ستبث في 10 سبتمبر الجاري فيلما وثائقيا بعنوان بن لادن القرص الصلب، يتناول فيه محتويات الكمبيوتر المحمول الخاص بزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي. ويكشف الفيلم أن القرص الصلب الخاص بلابتوب بن لادن احتوى على كميات كبيرة من الصور والأفلام الإباحية، في مفاجأة تظهر مدى تناقض الإرهابيين بين ما يدعون له وأفعالهم في الخفاء. وأخيرا لدينا أخبار سارة لكارهي فصل الصيف، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، ويشهد صعيد مصر طقسا شديد الحرارة وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون متوسطة بجنوب الصعيد أيضا. وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء في القاهرة العظمى 34، الصغرى 24، الإسكندرية العظمى 31، الصغرى 26، أسوان العظمى 45، الصغرى 31. انتهت نشرة أخبار منتصف اليوم، عدها لحضراتكم الزميل محمود حسن وقدمتها لحضراتكم أنا رغدة بكر. وتحياتي لكم نسرين فؤاد، إلى اللقاء. إلى اللقاء.